ومن القارة الأوروبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقراراته المثيرة للجدل ودائما وردود الأفعال حولها. ومن القرارات التي قد يتخذها ترامب هي التراجع عن الاتفاق النووي مع إيران. كيف رأت الصحف الأمريكية وجهة نظر الرئيس الأمريكي وهو ما رأى المتخصصون؟ نقرأ من على صفحات جريدة نيويورك تايمز: ترامب يطالب فريقه الأمني بأسباب منطقية لإعلان التراجع عن الاتفاق النووي مع طهران. قالت الصحيفة إن في تقرير لها إن الرئيس دونالد ترامب دعا فريقه الأمني بالبحث عن أسباب منطقية لإعلان انتهاك إيران للاتفاق النووي، وأنه يشعر بالإحباط بسبب فشل مساعديه في إيجاد خيارات بشأن الطريقة التي يمكن للولايات المتحدة التعامل بها مع إيران. الصحيفة أشارت إلى أن واشنطن أبلغت حلفائها بالاستعداد للانضمام إلى إعادة فتح المفاوضات مع إيران أو أن تتخلى الولايات المتحدة عن الاتفاق مع طهران كما فعلت مع اتفاقية باريس المناخية. وذكرت الصحيفة نقلا عن عدد من المسؤولين أن الولايات المتحدة سترفع طلب إلى المفتشين الدوليين في فيينا لإرغام إيران على السماح لهم للوصول إلى المواقع العسكرية التي يشتبه في احتوائها على أعمال نووية متطورة. تبعت الصحيفة القول أنه في حال رفض إيران المتوقع حدوثه طبعا فإن ذلك سيمهد الطريق أمام واشنطن كي تعلن انتهاك طهران للاتفاق النووي الذي وقع قبل عامين. الصحيفة أضافت أن ترامب لديه حرية هائلة للتخلي عن الاتفاق تستند إلى المعارضة الشديدة لهذا الاتفاق من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الجمهوريين منذ أن وقع عليه الرئيس السابق باراك أوباما، الأمر الذي اضطره إلى أن يحوله إلى اتفاق تنفيذي. اختتمت الصحيفة التقرير بالتأكيد على أن واشنطن اقتربت من التخلي عن هذا الاتفاق بمجرد تجاهل طهران لأي شرطة من شروط الاتفاق.